ما حكم لبس السراويل القصيرة التي تبدي الفخذ للرجال؟ وما حكم مشاهدة من يلبسها؟ وهل يختلف حكم المشاهدة بين الرجل والمرأة؟ عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، الركبة داخلة في العورة، فإذا بدت الركبة أو شيء من الفخذ فقد بدا شيء من العورة، ولا يجوز النظر إليه، لأنه لا يجوز النظر إلى العورات. فإذا كان السراويل منحسرا عن الركبة نعم. فإنه لا يكون ساترا ولا تكون العورة مستورة، بل لا بد أن يكون وافيا ما بين السرة إلى الركبة، فإن قصر فهذا مأثمة. فإن قصر فإنه بدأ شيء من عورته ولا يجوز النظر إليه طيب ويأثم بهذا؟ ويجب الإنكار عليه، نعم، لأنه غير ساتر لعورته، نعم. لأنه غير ساتر لعورته، نعم. حكم النظر إلى هذا يختلف من رجل إلى امرأة؟ لا يختلف، إلا أن النظر من عورة المرأة أشد فتنة. قصدي أن يكون الناظر رجلا أو امرأة؟ من حيث التحريم الحكم سواء بالنسبة للرجل والمرأة، لا يجوز النظر إلى العورة سواء من رجل أو من امرأة، سواء كان الناظر رجلا أو امرأة، لأن الحرام حرام على الجميع، نعم.